الشركات تاخذ المواطن لان هو اللي جهله بالمواضيع اللي موجوده ويروح للشمال بارقام يعرضوها اقل اسعار قليله يعني، وهناك تصير المشاكل يعوفه بهالمكان بدون اكو ماكو تنسيق تدري موجود. احنا هسه بدينا اذا حضرتك عندك تكمله بي يعني هو أكيد. هذا اكثر شيء هو المبلغ اللي تجذب المواطن، هذا اللي يجذب المواطن، اللي يجذب المواطن يعني مثلا هو بس المواطن المفروض عنده درايه يعني مثلا من واحد يعرض ب 40,000 او 50,000 مو منطقي، ما منطقي اسعار الفندق يعني ياخذ هذا الرقم بالضبط يعني خمس ليالي بالفندق ووجبه فطور ونقل، فاعتيادي الموضوع اكو بي لو قله بالخدمات او انعدام الخدمات او يصير بها احتيال او مثلا هو الشخص اللي هذا ياخذ المبلغ ويختفي.